احنا شفنا مع بعض من شويه الغلاف احب اشوفه تاني طبعا اكيد ونتكلم شويه عن التصميم ونتكلم شويه عن الالوان الكتير اللي موجوده في الغلاف وده اكيد يعني اكيد حضرتك شاركت في اختياره برضو الحقيقه انا هو ما شاركتش في اختياره لكن هو الغلاف ليه قصه لطيفه جدا هو طبعا الروايه منشوره في دار المتوسط هي دار عربيه في ميلانو أه. وصاحب الدار هو نفسه مصمم أغلفتها خالد الناصري خالد الناصري فنان تشكيلي هي. وفنان جرافيك مهم وشاعر آه. فالحقيقه هو فاجئني بالغلاف ده م. يعني هي هي جوه جوه الروايه نفسها طبعا في فكره الماكيت في فكره أي. المدينه الحقيقيه والمدينه المتخيله م. او المدينه اللي بقت ماكيت جوه المدينه م. الحقيقه خالد عمل حاجه مدهشه جدا آه. ايه هي انه جاب صوره من جوجل ايرث للقاهره بالاقمار الصناعيه فصوره موجوده اوريدي وهو قعد تلوينها تاني قعد معالجتها لونيا فعمل حاجه ما بين الواقع والخيال برضو شبه الروايه يعني اذا كانت الروايه ما بين القاهره الحقيقيه والقاهره المتخيله او القاهره المصغره اللي جوه القاهره الحقيقيه فخالد عمل ايه جاب صوره فعليه بالاقمار الصناعيه لشريحه او لجزء من مدينه القاهره لقلب القاهره يعني مع وجود النيل وكده واعاد تلوينه واعاد معالجته بحيث برضو واحنا بنشوف الغلاف نقول هي دي القاهره الحقيقيه م. ولا دي قاهره مختلقه م. هي دي صوره فوتوغرافيا او صوره بالقمر الصناعي ولا ده رسم من هنا جاءت جاذبيه الغلاف الجليه. على الاقل بالنسبه لي يعني لا هو طبعا غلاف جذاب جدا و... 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 والحقيقه انه الالوان كمان المستخدمه كتير مع الشكل زي ما حضرتك قلت انا طبعا كنت انا كنت مشبهه شويه على شويه شكل شكل شبه الخريطه شويه بس حضرتك دلوقتي وضحت لنا آآ آآ الالوان الكتير اندلت فبتدل على التنوع بتدل, بتدل على الصخب بتدل على ال 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 الزحمه اللي موجودة بس الزحمة الحلوة الزحمة اللي بنحبها بألوانها بصباحها بمساها بكل زحمتها اللي كلنا عارفينها وبنحبها زي ما هي